تجربة جديدة فانت يا عمري. الله أكبر الله أكبر. قابلت صاحبي من بيج طنطا هب علشان يوريني المطاعم العظيمة في طنطا. هلا يا هلا، ايش الاخبار؟ واول شي رحنا على مطعم شريم بايرت، المطعم اللي كان بالنسبة لي اكتشاف جبار من كل الجوانب. وهنا عد ساعة البس الجلوفز عشان عارفين مقاس ايدي ديناصور، وبدأ ينزل الاكل يا عمري. احبك احبك بكل مملك من شرايين. هاي التجربة مستحيل انساها بحياتي، من لزازة وانك تعيش الاجواء كاملة بكل شيء، تاكل احلى اكل في دنيتك يا عمري. هيك الجمبري بالصوصات المختلفة وفيك تنوع مثل ما بدك، والملفت نظافة المطعم واسعارهم العظيمة، اكل مظبوط بشكل مش طبيعي. يا بختكم يا اهل طنطا بهالمطعم، عادي جدا اروح له مخصوص والله. احلى شيء لما تمكس في الصوصات، جمال وابداع وفن وتفنن، استمتاع حتى النخاع. بعدين يا عمري رحنا نتمشى في شوارع طنطا الرهيبة وشفنا ناسها العظيمة. وبعدين رحنا على محل اسمه مارتن بيعمل احلى عصير بطيخ بالنعناع يا عمري، شيء يبرد على قلبك. والعشاء كان في مطعم اسمه حوارينا، عرفت من اصحابي انه من اجمل مطاعم الشاورما العربي هناك، وعنده سندوتشات تانية كمان خرافية. بسطت كتير بهالتجربة، الاكل بالنسبة لي كان مختلف ولذيذ جدا يا عمري، الاكل هيك جوسي ومطبوخ بطريقة حلوة. ورحنا نحلي عند مكان اسمه الزهراء، عنده احلى اشطوطة واختراع جديد اسمه لقمة الباشا، هاي كان اكتشاف.